حول العالم. حول العالم. خبراء يؤكدون المشي هو الخيار الأفضل للصحة واللياقة. قد لا يكون المشي شائعا مثل ممارسة التدريبات الرياضية أو مثيرا مثل الركض في الوحل أو محفزا شخصيا مثل مسابقات تحدي القوى، إلا أن خبراء اللياقة البدنية يؤكدون أنه الخيار الأفضل للصحة. وتقول العالمة والكاتبة كاتي بومان إن المشي ضرورة بيولوجية مثل الأكل، وتشير في كتابها حرك حمضك النووي، استعد صحتك من خلال الحركة الطبيعية، إلا أن هناك حركات مغذية يحتاجها الجسم تماما مثل العناصر الغذائية. وقالت بومان وهي خبيرة في علم الحركة تعيش بولاية كاليفورنيا: المشي غذاء مثالي، إنه الحركة الأساسية للإنسان. الحركة أسهل بكثير جدا من ممارسة التمارين الرياضية. وإلى ذلك ذكرت ليز ليسونسون مبتكرة برنامج المشي في المنزل الذي يباع على أقراص رقمية إن دراسة صغيرة على رجال غير بدناء نشرت في دورية الطب والعلوم في الرياضة والتمرينات أجراها علماء من جامعة إنديانا تشير إلى أن المشي من 3 إلى 5 دقائق أثناء فترة جلوس تستمر 3 ساعات يقضي على الآثار الضارة للجلوس طويلا على شرايين الساقين. وأضافت أن المشي 3 أميال في الساعة هي بداية جيدة على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 4 أميال في الساعة. وتقول الدكتورة كارول أيونجرابر رئيسة الكلية الأمريكية للطب الرياضي إن نصائح المشي الرياضي بالسير 10,000 خطوة يوميا ربما تفوق قدرة الكثيرين، وتابعت حوالي 7,500 خطوة ربما تكون أكثر دقة، مشيرة إلى أن توصية الكلية الأمريكية للطب الرياضي الحالية تدعو إلى 150 دقيقة على الأقل من النشاط أسبوعيا. وقالت أيضا وهي أستاذة علوم الحركة بجامعة كولومبيا في نيويورك إن البحث يشير إلى أن نوبة واحدة من التمرينات الرياضية لها آثار فسيولوجية مفيدة، ولكنها أفادت أيضا أن المشي لا يحقق كل شيء، فهو أقل فائدة للعظام بالمقارنة مع الركض، وإنه لاكتساب القوة فمن الأفضل رفع الأثقال. وأوضحت إذا كان علينا اختيار شيء واحد فالأبحاث تقول إنه ينبغي أن يكون المشي. إن شاء الله بإذن الله تعالى الأجواء يعني شيئا فشيئا بدأت تتلطف مستمعينا، درجات الحرارة إن شاء الله يعني نشهد انخفاض لدرجات الحرارة خلال الأشهر القادمة إذانا بدخول فصل الشتاء، وبالتالي رح تكون الفرصة أكبر وفرصة وافرة إن شاء الله لممارسة رياضة المشي. ويمكن أصبحنا نلاحظ أنه الكثير من الشباب يمارسوا رياضة المشي بشكل مكثف، يعني خصوصا ساعات الصباح الأولى نلاحظ أنه صار في وعي كبير اتجاه رياضة المشي.